ايه ده؟ دي غابه دي ولا ايه؟ دي حته احلى من مارينا ومن مراسي، بس عشان انتوا ما رحتوهاش يا اخويا. يا عم اتنين ايه ده؟ انا اصلا عمري ما سمعت عن حته اسمها راس البر دي. لا في، اصل بابا كان عنده ندوه شعريه هناك وخدنا معاه. ايه ده؟ انت باباك شاعر؟ انا بابا هشام الكوخ. ايه؟ يا لا، وانت باباك هشام المخ؟ والله ده انت بقى جامد قوي زي ابوك. ايوه بص، لسه كاتب قصيده هسمعها لك. يلا ماشي. راس البر يا راس البر، انت زيك بعد الشر. نقول تاني؟ لا. راس البر يا راس البر، انت زيك بعد الشر، جايلك حابب مش مضطر، قمت صحيت الجو حر، قلعت البنطلون. شيء بديهي. هو ده الشعر. طب على فكره احنا بنعرف نقول شعر الباباك هشام واحسن منك 100 مره. لا ما بتعرفوش. والمصحف بنعرف. طب وريني. قول له يا شعبان يا. قول له. ايوه بخير. الشعر ده ولا مش شعر؟ بص بقى، راس البر دي من الاخر. شفت بنقول شعر ازاي؟ راس البر دي كلمة عيب. ايه؟ لا، راس البر مش عيب، راس صدر هي اللي عيب، معروف. اعرف بقى المناطق العيب مش اللي من العيب. عشان انا مش هسافر معاك، مش هقعد اسافر معاك. حاضر. انت عارف يعني ايه راس البر اصلا؟ ها؟ عارف يعني ايه راس البر؟ ما عرفش. بص بابا. ايه ده؟ جاب لي معاه سيف بينور وبيطلع اصوات. يا نهار ابيض، بيطلع اصوات؟ طب طلع علينا صوت كده. بص بيعمل بيت بوكس ازاي؟ ورينا. ايه السيف المعفن ده؟ ما بيطلعش اصوات نظيفه؟ لا بيطلع. طب طلع علينا حاجه نظيفه. مانا مانا بس انتوا بتعملوا ايه؟ مانا هو في سيف بيعمل الهبل اللي انت بتعمله ده؟ قال ايه القرف ده؟ تياتروما بقى انت بس اسلك كده ليه يا دي انت يا؟ انت ابوك مين على البصه دي بقى؟ انا بابا محمد رمضان. ايه ده؟ الممثل؟ ثقه في الله هننجح. ده ما شاء الله، ده محفظك بقى تقول ايه؟ ايوه. طب بقول لك ايه، باباك محمد رمضان فعلا؟ ايوه. مش ده اللي بيقول اديك في المطر اتمطر واديك في رمضان بيبسي يفطر؟ ايوه يا عم، هو ده بابا. ده جامد قوي. انت باباك مين؟ انا بابايا دكتور. ده بيدي ايه؟ ده يديك في الحقنه تعيط. والله خلي بالك. ماشي من الاخر. بقول لك يا ده شعبان. ايه؟ هات ميه ريق ناشف يا ده شعبان يا. يا ده شعبان يا. يا ده شعبان، مالك مزاجك كده ليه يا ده شعبان؟ يا ده شوية يا دري ناجي بموت من السبعة في المدرسة يا ده شعبان يا. يا ده بقى مية يا، ما يبقاش قلبك كده يا.
سوام يا ياد شوية ياد يا شعبان. ياد شوية ياد يا شعبان ياد ما تبوسهاش يا هات شوية يا ياد هات خنبة يا ياد أموت يا ياد هات شوية ياد يا شعبان يا عم يا ابن الكعب يا منتن بقول لك ايه ايه ما تيجي نرمي المايه اللي جوه الزمزميه أيوة. ونحط خمره ايه الطفل ده ده طفل عدى كل الاعاجيب يا عم اقف يا عم مايل على مجنون إيه؟ والله انت دماغك دي هتوديك في داهيه بقول لك ايه ايه هات الزمزميه والمصحف ما تاخدها خد يا دي الزمزمية يا لا خد يا دي الزمزمية خد يا دي الزمزمية يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف ايه ايه عايزة ايه بقول لك انا زهقانة وعايز اخرج تعال تعال نروح السيما ماشي تعال نخش فيلم عنتر وبيسا ايه الانحطاط الاخلاق اللي انت فيه ده فيلم امي يا عم امك مين صافي ناز يا بنت الجامدة ايه ده بس مش هينفع نخش برضه طب نخش فيلم الحرب العالمية الثالثة لا لا فيلم ابويا يا عم ابوك مين الثلاثي هشام وفهم وشيكو لا مش هينفع مش هينفع ندخل الفيلم ده اقول لك على حاجة حلوة ايه ندخل الفيلم بتاعك انت فيلم ايه الفيل الازرق انا مش هلعب معاك تاني ليه بس والله ما هلعب معاك تاني والله الفيل حلو يلا يلا قالوا نلعب نلعب فتاحية وردة أفنية وردة فتاحية وردة أفنية وردة هنا وردة وهنا وردة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده دي مش بتتغنى كده خالص دي امال ازاي مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 الشارع كله ماشي على القضيب يا غبيه حسبي يا ولية رجلك الزرقاء يا غبيه يا بنت عيني علي فوق كتفه بوم جبلي يا غبي قوم يا غبيه بقى بره يا غبيه انت بتلبسي بامبر زينا؟ اه بجيب اتنين وبفتحهم على بعض زي فقتنا القديمه طب خلاص خلاص يلا اعملي ماشي جالي خبر حلو علشان بابا عنده شنب وماما عندها شنب يعني بقى ايه
عندهم شنب. الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ظباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه. طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيله ملتزمه جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقناها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده انا بتشقت بقى. لا بصي انا ملبس شنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي ده وهم. شنبي سراب. لا اقلع الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا. ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ ايه؟ انا هبقى مدرسة زي ماما وعزب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. طبعا ايه؟ أمك! اسمعنا بس! انت هتدخلي لي قافية يا بنت؟ معلش يا باشا. أمك كانت فين من الساعة 7 ل 7 ونص وأنا واقف بستناك؟ كانت فين؟ أنت ما قلتني يا باشا. اعترفي! أقول يا باشا! اعترفي! أقول يا باشا! قدامي يا بنت على الاسم! عادي يا باشا! قدامي على الاسم! عادي يا باشا! أسويش رامي! أمرني يا باشا! اعملي فنجان سيريلاك على مية ساعة! حاضر! الغي يا أمولة. انا بس اقول على كل حاجه. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وكمان زيد النبي صلاه. افضل صلاه وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي. هيا بقى ايه؟ في ولد جاي من مدرسه تانيه. الولد دوت امه بتشتغل نجاره وبتبني عماره. شوفي الشطاره. المهم يا باشا، اسمي على مقامك، عمته بتشتغل كوافير واسمها سميرة وايدها كبيرة. عليك نور يا باشا. هي دي حكاية ولا حدوتة ولا ايه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ أه. كل ده لغز. بس يا بنت. قادر يا باشا. واي كلام في الببرونة كده؟ يلا يا بنت قولي. قول يا باشا. المهم هي بقى ماما قاعده مع امه وابوه وبتقول لهم هو هيحصل له ايه في المدرسه بتاعتنا.